اكيد غادي نتقاسمها معاكم وما تديوش على عينيا يا البنات. ناس اهلا وريضاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحه جيده. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. غادي يبان لكم وجهي عيانه البنات، راني ما شبعاش نعاس. شوفوا الدرجه ان عينيا حمرين كثرت ما تنحك فيهم في النعاس وما بغاش النعاس، حيت باغا نخرج غادي نقضي واحد الغرضات. وقلت نتقاسم معكم هذا الفيديو هذا شنو غادي نستعمل لوجهي اولا الماكياج اللي غنستعمل لوجهي. هو ماكياج خفيف بزاف بزاف وفيه الكريم اللي تنحميو به وجهنا من الشمس اولا ليكرون كي كنسميوه، هو ضروري نستعملوه. كي كتشوفوا راني لبست حوايجي، شعري مازال غادي نعاود نمشطو ان شاء الله ملي غادي نسالي معاكم. هذا ما كلبنات، اول حاجه الوجه ديالي راه مغسول في الصباح ودرت الكريم المرطب ديالي تقريبا دابا شي ساعتين ونص اولا ثلاثه السوايع، يعني ما كاينلاش نعاود ندير الكريم وما كاينلاش نعاود نغسل وجهي، ما حساش به مية الدم بزاف. الحاجه اللي غنستعمل اول حاجه اللي هي ضروريه البنات طيله السنه، البنات كاملين خاص يكون عندهم ليكرون كل وحده على حسب الواقي ديال الشمس اولا الحمايه من الشمس اللي كيصلح ليها. انا حاليا كنستعمل هاد لاغوش بوزاي، ماشي اول مره غنستعملو، راه تقاسمته معكم بزاف المرات وفايت مستعمله بزاف الانواع، ولكن هذا كيبقى من ضمن الكريمات ديال الحمايه من الشمس اللي عاجبيني وسنين وانا كنستعملهم، واخا كنبدلو كنعاود نرجع ليه حيت زوين بزاف بزاف. وكاين عاوتاني حتى هذا، ها هو حتى هو باقي عندي بيوديرما، حتى هذا راه واعر البنات زوين بزاف. هاد بيوديرما فيه ديال البشره الجافه والبشره الدهنيه، كذلك حتى هذا البشره الجافه والبشره الدهنيه، وكاين اللي تيكون غير ترونسبارون او هبط هبط مع السخونيه. يمكن غادي نبدل وغنستعمل هذا. المهم فيه ديال هكا اللي كيكون انفيزيبل يعني ما كيبانش، وكاين اللي تيكون تانتي. انا بجوجهم هادو راه ماشي تانتي البنات، اغلبيه لي كرون كيعجبني ناخذو ما يكونش تانتي، ومادام هذا هبط نستعملوه. كنت غنستعمل البنات الاخر ديال لاغوش بوزاي الصراحه، ولكن مادام حليناه ما نضيعوش بوحدو مع السخونيه وكان مقلوب في المجر، داكشي علاش جا هبط بحال هكا. المهم البنات شتو، كنت غادي غير نوريه لكم، صدقت هو اللي غادي نستعمل. المهم هاد جوج البنات راه كنستعملهم وكنعاود كنستعملهم وكنعاود، يعني واخا كنبدلهم كنعاود نرجع ليهم حيت الصراحه واعرين 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 بزاف. غادي نحبس البنات ونعاود نرجع حيت الاضاءه ديال التليفون تنقصات. قلت لكم البنات غادي نحاول نسرح ليكرون ديالي على الوجه ديالي، ضروري يا البنات الا كنتو غتستعملوا ليكرون ضروري يكون الوجه ديالكم مرطب، خصوصا الا كنتو يلا غاسلينو ضروري ترطبوا الوجه ديالكم بشي كريم مرطب. كنقولها وكنعاودها، ضروري الوجه يكون مرطب. انا كما قلت لكم راني مرطباه في الصباح صافي. وما نساوش العنق ديالنا يا البنات، حتى هو نديروا ليه ليكرون باش ما يبانش الوجه ديالنا مبرونزي، يعني ماشي مبرونزي عفوا، يبان الوجه ديالنا ما شاداش فيه الشمس ويبان العنق ديالنا شاده فيه الشمس، حيت ملي كنديروا ليكرون بطبيعه الحال الشمس ما كتشدش فينا. ما غاديش نقولوا 100% راه بطبيعه الحال كناخذوا اللون، غير هو ما كتشدش فينا 100%، ولكن مثلا ما درناش العنق ديالنا غيولي يبان العنق كحل والوجه غيبان اللون ديالو افتح، يعني اللون مفتوح. صافي البنات بهذه الطريقه كنوزعو على وجهي كامل، وبطبيعه الحال ملي كنستعملو ليكرون راه كنتفاداو البقع الداكنه ما تخرجش لينا في الوجه ديالنا، كنتفاداو دوك الحروق ديال الشمس وبزاف. راكم كاملين عارفين ليكرون لاش كيصلح. صافي هادشي اللي غادي ندير. الحاجه الثانيه اللي غادي نستعملها راه قلت لكم مكياج خفيف خفيف بزاف، يعني بحال نقولو دايرين مكياج وما دايريش. غناخد هذا البنات ديال بينيفيت باش كنمشطو الحجبان ديالنا، هذا رقم 4 ولكن هو الصراحه خاصني رقم 3 يكون اغمق شويه على هذا. المهم هذا بني نقولوا متوسط، ولكن الصراحه خاصني اللي اغمق منه. المهم كنحاول نشط به الحجبان ديالي، هو راه فيه اللون ماشي ترونسبارون كي قلت لكم، راهو بني متوسط ما نقولوش داك الغامق بزاف. ان شاء الله المره الجايه غادي ناخذ رقم 3. هذا يا البنات من بينيفيت صراحه زوين بزاف، شفتوا كنحاول غير نمشط الحجبان ديالي، يعني ماشي شي حاجه معيقه بزاف، دايرين المكياج وما دايرينوش، محلقين على الحاله ولكن ما كنبانوش معيقين صراحه. ملي جربت هاد الماسكارا ديال الحجبان وليت مدمنه عليها، واعره بزاف بزاف كتعجبني، كتجي زوينه وسهله يا البنات في الاستعمال. بحال هكا نتوما كتشوفوا
انا نقرب لكم. مازال البنات غادي ناخذ مرايه قريبه وغادي نقاد الا كانت شي حاجه ما مقاداش غادي نحاول نقادها بمرايه قريبه ليا. غادي نحبس معكم البنات غير حتى نقاد الحجبان ديالي. طلعته شويه من هنا غادي نقادو غادي نرجع لكم البنات. من بعد ما كملت الحجبان ديالي غادي ندوز للماسكارا البنات. الماسكارا اللي كنستعمل حاليا هي هذه ديال اسونس، هاد الخضرة هادي. عندي ماسكارات اخرين ولكن هادي واعره يا البنات، وليت مدمنه عليها، زوينه بزاف. والبنات ما تديوش عليا، راه عينيا ناعسين، انا عاد تديت على راسي اليوم، ولكن كون ما كانش ضروري خاصني نخرج كوراني ضربتها بنعسه الصراحه. المهم هاد الماسكارا هادي غادي نحاول ناخذ مرايه باش نقدر نصاوب شفراني بلا ما نمشي ندير شي كارثه. زوينه بزاف البنات هادي، وكتبقى كاينه واحده اخرى في الزرق اللي مضاده للماء، يعني واخا يقيسها الماء ولا العرق اولا الا كنتو كتعومو في لابيسين اولا البحر ما كتسيحش، ولكن الصراحه هادي راه ما كتسيحش البنات. والبارح كنت في مراكش مشيت نص الصباح حتى الليل ودرتها وما عاودتهاش ومسحت ليا ما والو. نتوما عارفين الصه ديال مراكش كيفاش كيكون، يعني مشيت غير الصباح ورجعت في العشيه اولا رجعت في الليل مشيت في العشيه، ولكن الصراحه بقات شاده ليا في الشفران ديالي وما هبطاتش. كان اول مره غادي نديرها من الصباح، يعني راه كنقول لكم من 7:30 الصباح حتى لشي 11 الليل ولا 11:30 وما طرا ليها والو. مولفه كنديرها ساعتين ثلاثه السوايع اربع السوايع كاع وكندخل للدار كنمسح، ولكن كانت اول مره غادي نبقى بها النهار كامل صراحه واعره. ولكن بالنسبه للبحر الا كنتو غتعوموا بها ولا لابيسين من الاحسن خذوا الاخرى اللي في الزرق. غادي ناخذها ان شاء الله حتى هي وغادي نتقاسمها معكم. اكيد راكم كتعرفوني اي حاجه جربتها وعجبتني سواء عجبتني سواء ما عجبتنيش راني كنعطيكم الراي ديالي على اي منتوج كنستعملو. شوفوا يا البنات شوفوا ما شاء الله الشفران، شوفوا شوفوا ها هو يبان لكم ما شاء الله كطلع الشفران مزيان الصراحه. واللي عجبني فيها كي قلت لكم ما كتسيحش وما ما كتكورش. كاينه الماسكارا اللي كتسيح وكاينه الماسكارا اللي غير كتنشف كتبدا تفرتت. صراحه هذه ما كتسيح ما كتفرتت ورخيصه يا البنات، يمكن 45 درهم اولا، المهم شي حاجه بحال 40 45 ماشي شي حاجه اللي غاليه وزوينه. غادي ندوز حاجه اخرى اللي هي الفراجو. الصراحه مازال كنستعمل هذا الفراجو ديال بيم، زوين بزاف انتما كي كتشوفوا. المهم غادي غير نخلط ما غاديش ندير لون محدد، شويه بحال هكا اي باش ما نبقاوش نبانو صفرين. واخا الصراحه راه عندي هاد الهالات السوداء شويه بالصهير وقلت النعاس، ولكن ما غندير لا اونتي سيغ لا حتى شي حاجه حيت انا حاليا كيف قلت لكم كنعالجهم بهذا ديال الاورديناري ديال الكوفين. ها هو ان شاء الله غادي نصوره معكم وغادي تشوفوه معايا ان شاء الله فيديوهات قادمين. صافي شفتوا شي حاجه اللي هي خفيفه، يمكن غيجيكم الفيديو غيبان لكم بحال راه طويل شويه، ولكن الصراحه راه هذا الشيء خفيف دغيا 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 خفان زربان. غادي ناخذ هذا هذا ديال اوريفلام، الصراحه خديت منهم بزاف الالوان فنين واعرين كيدوموا رطبين ما كيقشروش الفم ولكن دغيا كيساليو. باش ما نكذبوش راه عندي منهم المهم عندي منهم بزاف ديال الالوان ولكن دغيا دغيا كيساليو مقارنه للثمن ديالهم شويه مرتفع، يعني ما خصهمش يساليو دغيا. واخا ماشي انا ماشي من النوع اللي كنستعملهم بزاف. غادي نحاول نطراسي الشفاه ديالي غيبان لكم اللون غامق، ولكن راه غادي نوريكم باش غنفتحوا يا البنات باش غادي نفتحوا يا البنات غاديش يبقى بحال هكا. غناخذ هذا نيت حتى هو ديال اوريفلان ديوان، حتى هذا راه ديال ديوان ولكن اللون مختلف. هاد العكره الصراحه واعرين انتوما، هنا غيبان لكم اللون مغلوق حيت البارح كنت خدمت به. المهم اللون هو راه فاتح واخا ماشي في اللون ديالو ولكن راه كيجي زوين البنات ملي كتخدموا به. انتوما غادي تشوفوا معايا
شفتوا يا البنات ما كيبقاش داك الكرايون غامق، كيجي زوين بزاف، شي حاجه خفيفه وزوينه. هذا هو اللوك. صافي غادي نوض البنات، غادي نعاود نحل شعري ونمشطو شويه ونجمعو، وغادي نمشي نخرج راني تعطلت حيت خاصني كما قلت لكم نقضي شي غرضات. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا خديتوا معايا بعض الافكار بسيطه وشفتوا بان المكياج راه شي حاجه خفيفه لاي وحده تقدر تستعملها، تمشطي حجبانك، ماسكارا، فراجو، روج ا ليف، وبطبيعه الحال اهم حاجه من هذا الشيء كامل هو الحمايه او الوقايه من الشمس، خصوصا في هذا الفصل هذه طيله السنه خصنا نستعملوه، ولكن في هذا الفصل هذا ضروري نستعملوه، ماشي بالضروره هاد الجوج اللي عندي، اي نوع كيوافق البشره ديالك. لاول مره كتشوف القناه ما تنساش تشترك، بطبيعه الحال تكون عجبها القناه تهبط تشوف الفيديوهات اللي لتحت، الا كان عجبها المحتوى عجبينها الفيديوهات ما تنساش تشترك، دير زر الجرس باش توصل باي جديد. ما تنساونيش البنات في اللايكات، التعليق ديالكم، بارطاج ديالكم حتى هو علاش لا. وبالنسبه لها كنتو باغيين شي حاجه اخرى في المحتوى طلبوها مني، والا كانت في الاستطاعه ديالي اكيد غادي نتقاسمها معكم. وما تديوش على عينيا يا البنات. هنا وصلنا لاخر الفيديو، غادي نخليكم ونقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.